أخبار اليوم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ أخبار اليوم مع الشيف نيفين عباس وحلويات رمضان. أهلا بكم، أنا الشيف نيفين عباس. تاني حلقة عندنا النهاردة من الحاجات الأساسيات برضو بتاعت رمضان اللي احنا بنحتاجها بكميات كبيرة، هي قشطة الحلويات. قشطة الحلويات بتبقى مختلفة عن القشطة اللي احنا بنشتريها من اللبان اللي هي بتتحط على الرز بلبن والحاجات دي. قشطة الحلويات بتبقى معمولة بطريقة مختلفة، بس برضو بيبقى فيها قشطة، يعني عشان ايه محدش يختلط عليه الأمر. قشطة الحلويات دي احنا ممكن نعمل منها كمية ونشيلها في الفريزر، بس تكون في علبة محكمة ما يدخلهاش أي هواء، وتكون علبة بلاستيك ونشيلها، والمدة بتاعتها ما تكملش أكتر من 5 أيام، يعني ما ينفعش تشيلها في الفريزر ايه فترة طويلة. فانت ممكن تعملي منها الكمية على اساس مثلا ان انت لو هتعملي كنافة، قطايف بالقشطة، الحاجات اللي بتخليها قشطة مثلا في الايام اللي انت هتعمليها في الاسبوع ده كله، لو انت منظمة ان انت هتعملي حلويات كتير فيها قشطة، فانت تعملي الكمية دي وتشيليها عندك. احنا هنا عاملة لكم كمية علشان الاسبوع ده هنشتغل بحاجات فيها قشطة وكده، فانا بعمل كمية واشيلها عشان يسهل عليا الموضوع. عندي هنا 2 لتر من اللبن كامل الدسم، وهنا عندي كوباية ونص من السكر. السكر الحلاوة ترجع لك انتي، لو بتحبي القشطة مسكرة قوي زودي نسبة السكر، بتحبيها معتدلة خليه كوباية ونص، هيبقى حلو مش وحش. والسكر ده انا عاملاه هنا بطعم الفانيليا، والسكر بطعم الفانيليا هبقى اعمل لكم حلقة خاصة عنه، عن ازاي ان احنا نطعم السكر عندنا. ده بيبقى سكر محطوط له يعني كمية من السكر محطوط لها كمية محددة من الفانيليا، وبنقلبها على بعض او بننقع اعواد الفانيليا في قلب السكر عشان ننكهه. ده سكر بالفانيليا كوبايه ونص. وعندي هنا علبه من القشطه، العلبه دي حوالي 400 جرام على 2 لتر لبن. وعندي هنا 8 معالق كبيره من النشا. الطريقه بقى بتاعه القشطه، اول حاجه بنجيب النشا ده ونحطه على اللبن بالراحه كده، وكل ده على البارد قبل ما يتلفع على النار. هنحط النشا كده وهنقلب، نقلب كويس بحيث ما يبقاش فيه كتل في النشا. تأكدي ان النشا كله داب. كده احنا دوبنا اللبن بالنشا. الفكره كلها في القشطه سهله جدا، احنا هنعمل مهلبيه، المهلبيه العاديه خالص اللي احنا كلنا عارفينها، هنعمل مهلبيه احنا هنعملها لكم في الحلقات الجايه ان شاء الله، مهلبيه ونحط عليها القشطه. انا دلوقتي قلبت النشا على اللبن، هحطه على النار مع السكر وفانيليا لحد ما تغلي وقوامها يلف، هرفعها من على النار وهحط عليها القشطه واقلب واوريكم هتبقى عامله ازاي. هنا اهو بعد ما حطيتها على النار بقت مهلبيه اهي زي ما انتم شايفين بالقوام ده كده. هنجيب بقى بعد ما نصحى من على النار، هنجيب القشطه ونحطها عليها بالشكل ده كده. القشطه بقى حطيناها وهنقلب كده بالراحه لحد ما القشطه تتجانس مع المهلبيه كده. نجيب من تحت لفوق بالراحه كده، طبعا ريحتها كده بقت قشطه على طول، يعني هي كده خلاص ما تمدش للمهلبيه باي صله. حتى لونها كمان فتح. دي كل ما تبرد هتتقل تاني اهي، بقت بالقوام ده كده بالشكل ده. دي كده بعد ما تبرد خالص نقدر بقى نستخدمها، وممكن دلوقتي نستخدمها في الكنافة والحلويات بتاعتنا والقطايف وكل الحلويات اللي احنا بنعملها اللي فيها قشطة. ودي كده تعتبر قشطة الحلويات او قشطة الحلواني زي ما بيسموها، تقدري تعمليها بالكميه اللي احنا عاملينها دي وتستخدميها على طول. ودي كانت حلقتنا للنهارده، اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بكره.